هناك ست رسائل حاول مجلس الأمن القومي الذي عقد اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو أيضا رئيس هذا المجلس الذي تم تأسيسه عام 2014 وينعقد بصورة دورية كل 3 أشهر. الست رسائل الهامة حاول مجلس الأمن القومي أن يرسل بعضها إلى الجانب الفلسطيني بأنه ماض في العمل خلال الفترة المقبلة من أجل وقف القصف على غزة خلال الأيام المقبلة، وأيضا رسائل إلى المجتمع الدولي بأنه لابد من إدخال المساعدات التي يعني قامت بها مصر وعدد من الدول بإيصالها إلى مدينة العريش حتى هذه اللحظة إلى الجانب الفلسطيني، وتحديدا إلى يعني معبر رفح البري وصولا إلى قطاع غزة، بالإضافة أيضا إلى رسائل أخرى إلى المجتمع الدولي وعدد من الدول بأن مصر خط أحمر أمام من يريد إقحامها في هذه القضية، وأن لابد من حل الدولتين على حدود 67 بإقامة دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذه الرسائل التي أراد منها المجلس القومي مجلس الأمن القومي اليوم في اجتماعه والذي عقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أراد أن يوصل هذه الرسائل. ولكن ما هو مجلس الأمن القومي المصري الذي تأسس في عام 2014؟ هو مجلس يعني سلطته عليا، وهو مختص بما يجري من تهديدات على الأمن القومي المصري سواء داخليا أو خارجيا، ينعقد بحضور ل 13 ممثل عن رئيس مجلس الوزراء المصري وأيضا رئيس مجلس النواب المصري، بالإضافة أيضا إلى عدد من الوزراء ومن بينهم وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية وعدد من الوزراء الآخرين، بالإضافة أيضا إلى رئيس المخابرات العامة المصرية. هؤلاء جميعا يجتمعون في يعني مكان ما ويتشاورون في العديد من القضايا، ولا يعلن عن هذه القضايا برمتها، ولكن هذه المرة وبإعلانه وبحسب يعني عدد من الخبراء الأمنيين أكدوا لنا أنه بإعلان مصر لهذا الاجتماع فإنهم يريدوا إيصال عدد من الرسائل من خلال هذا الاجتماع الذي عقد قبل قليل من الآن، وأن مصر ستظل باقية في هذا الملف، بالإضافة أيضا إلى التأكيد على النقطة الأخيرة والسادسة في الرسائل التي أرادت مصر أن ترسلها من خلال هذا يعني البيان الذي صدر عن مجلس الأمن القومي والمتعلقة بالدعوة لاجتماع أو يعني قمة مرتقبة دولية يمكن معها العمل على هذا الملف بشكل كبير. مصر لديها دور يعني كبير في هذا الأمر سواء على المستوى الداخلي بإيصال المساعدات، و يعني كانت هناك أيضا تصريحات لمصادر مصرية يوم أمس عندما قالت بأن مصر ستواصل عملها، وأنها في حالة إذا ما رغبت عدد من الدول في إجلاء يعني التابعين لجنسياتها عليهم أولا أن يوافقوا على إيصال المساعدات المصرية إلى الجانب الفلسطيني. إذن مصر ستعمل على هذه النقطة والعديد من النقاط المتعلقة بالقضية في غزة. شكرا كريم الشيخ مراسل غد، كنت معنا من القاهرة.